قبل ما نقول هالشيء نقول الله يهدي اللي كان السبب في ان الباطن يلعب 13 مباراة بدون اللعيبة الاجانب، ايا كان المتسبب صراحة يعني فقدنا فريق وفقدنا مستوى وفقدنا مباريات بهذا الحجم. يعني اول 13 مباراة للباطن كانت مباريات كوارثية بسبب ان الباطن ما قدر يسجل لعيبته، فنقول يعني الله يسامح اللي كان المتسبب في هذا الموضوع، ما نبغى نشير لشخص معين.